مشاهدي موقع الوكالة العربية للصحافة، نحن الآن بمركز تمنار، جماعة تمنار التابعة لإقليم الصاويرة التي تعرفه هي أيضا كباقي مجموعة من مدن المملكة أمطار الخير وأمطار الفرح، لعلها تكون خير على الجميع. كما نشاهد أن المركز لم يعد مسرحا للفيضانات، المركز أصبح محميا، وهذه الأمطار الغزيرة التي مرت منذ ساعات ومنذ أيام أبانت عن ما أهمية البرنامج الذي وضع وأنجز على مستوى واد تمنار لحماية الجماعة من الفيضانات. زوج، السلام عليكم. معكم سيسي محمد، فاعل جمعوي بتمنار. مهم كما بالنسبة لهذا الواد، دابا الحمد لله شفنا واحد التحسن في الواد ديال تمنار، ما بقاش كيكونوا خسائر الناس موالين الحوانت، حيت كنا هنايا كنشوفوا موالين الحوانت كيتشكاو الموارد الغذائية كيف كتخسر ليهم، وعندهم شحال كيعانيو شحال من المشاكل. دابا الحمد لله شفنا هذا الإنجاز اللي دار هذا الواد اللي دار ديال تمنار، وكنشكروا الجهات اللي ساهموا في هذا المشروع كدار في وسط ديال تمنار، وكنشكر جميع الفاعل الناس الجمعويين ديال تمنار اللي داروا واحد المجهود باش ملي داروا الشكايات وكيهضروا على رفع الضرر على حساب المشاكل اللي كان كيدير الواد. دابا الحمد لله شفنا دابا توسعه ديال الواد لعب الدور، توسعه ديال الواد حتى هو لعب الدور، وكنشكر الناس ديال الححال والقناه ديال عطا فريس. السلام عليكم، جوالي حسن، ارتشكر المجلس البلدي اللي حققنا ان سميتو وصفه اللي دينكين على غيتاوي سليعت يغيان خطو الجار اللي تيديع كل عام، والحمد لله هاتي غلاد بخير وعلى خير، اساسي فردينكي بخير وعلى خير، ولا خصو السلاي ولا خصو تخسر المواد، الحمد لله بخير وعلى خير. ارتشكر السيد المجلس البلدي، ارتشكر السيد الملاك اللي دار عمره ديال الجهة، تلقى الزغم بسمي اللي دعمني يغزر هذا اللي غيرتي اعدال غير الجهة. نتشكر المجلس البلدي، نتشكر السيد العام تلتا، نتشكر كل ما يخدمون على القضية يغزر هذا اللي يحيد الضررات اللي في بلادنا غيلان. كنت نتشكر حتى الميرتن يات المدة يكالوا هذا يغلي ري من تحونا ياك صفة قريب بزاف، ريت صفة سميد بزاف، والحمد لله غيلان ذاتي حققنا المجلس هذه حقيقيا نتيجه زعما غمستني غزره ديا مهم بزاف. ماني كي امان لي لنغواسي في غيلا يسي كوت غيلا دا سيدي تفتيت كوت غير عقل حتى اسي فين غير كلي في الدار، ولكن الحمد لله ولا تسول تكواسي في الدار غير ولا تسول يقلي يصحنا شكون زعما تي بناس غير لي انا توسعات تهيئه يسعى بخير الحمد لله. ونشكر مدنا اللي بدنا الخير هذا، نشكر بزاف، نشكر المجلس بزاف، سنتيني شكرا بزاف، شكرا بزاف، شكرا واتي الخير هذا يمكن تنتظرهم بزاف، ولكن الحمد لله هاتي بخير. معكم التاجر في تمنار مصطفى بو الميراث. او دابا نجيت هاد الواد، راه الناس دابا كيشكروا السيد المجلس البلدي على هذه الاتفاقيه اللي داروا، بقينا كنضروا من هاد الشيء دابا بخير الحمد لله، المسائل كلشي مزيان، ما بقاش كيوصل الماء للحوانت. لا الواد ما بقاش كيوصل، يعني كانت واحد المده السلعه ديالكم كتكرفص كنت المسائل مرون عندنا هنا، دابا مزيان ماشي بحال الحمد لله. دابا تهنيتو من الواد، ما بقاش كيوصلكم. لا ما بقاش الواد هنا كاع. شكرا لك، شكرا. اسيدي السلام عليكم. اسيدي الحمد لله انا كيدالي غير القهوه في المنار في الشارع. ماذا كيسمى سي؟ ولا الحسين. اه. لا الحسين كيدير لي في المنار، داري القهوه في الشارع محمد الخامس، لا غير جوا راس القرن.
والحمد لله غصبص هذه الانظار الحمد لله بخير وعلى خير. كاتين يغزري راه غدا غادي تمرات ديما الطريق زرينا فيا غادي نخش الشارع غير تلا خلا غادي تبدا الفلا اما سكنين قلنا كره صغير راك شفت بقول وانا نزل كوزينه ولا نزل المحل والحمد لله خصها غير تيتي على اللي غزري الحمد لله وصول سول زرين وما نخش الشارع الحمد لله الساعات بعدا بخير وعلى خير الحمد لله تيغزر تهنيت. مصطفى حكومات على القوائل حنا رغيد غير الحمد لله عندك هنا طرف حياه جديد واعز رغيد الحمد لله ونظر بخير اذا ما يكيدرا والو الحمد لله غير كلشي مزيان. كالوا داير غلير دار القهويه اي غير ما غيلا غير الحمد لله بخير الزغلي عدل كلشي لا راه غير داير مزيان الحمد لله. كا من وصفه غلير رجل الشانطيه ديك الشيء مغ القهويه تحونا ديك الساعه كان يعني ما غيلا عاودنا ما قال المشاكل اللي زرين غير غير من القهوي هذا المشاكل الواد الوصيف عاكو دائما غير الوصيف صافي دورا تخدمتي ولا بدات توقف السيمانه ولا 10 ايام غير الحمد لله بخير الله نزال الحمد لله بخير. كما كتشوفوا الواد ولا الماء ديالو منظم وما بقاش داك الهيجان كيف ما كان رغم ان هاد الامطار الاخيره كانت ديال هاد الايام وهاد الليله ديال اليوم وديال هاد النهار كانت امطار قويه جدا. دابا كنشوفوا ان الامطار ما بقاتش كتدير تاثيرات على الساكنه ديال طمانار من بعد ما ولا الواد منظم وعرف واحد الهيئه جديده